أرحب بكم أعزائي المشاهدين على شاشة تلفزيون دبي في حلقة خاصة حول متانة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البريطانية. هذه العلاقات التي بدأت قبل عشرات السنين وتوطدت بحكمة القيادة في البلدين في تشكيل نموذج استراتيجي في العلاقات بين الدول، علاقات تقوم على مبادئ التعاون الصادق في كافة المجالات الحيوية، في السياسة والاقتصاد والثقافة والمعرفة والفنون والرياضة وقطاعات شتى، أفضت جميعها إلى عنوان يؤكد أن المصالح المادية والمعنوية بين الدول وإن كانت مختلفة يمكنها إيجاد مساحات منتجة تغني وتضيف لمسيرة البلاد والعباد الكثير من الرقي والتطور والتقدم الذي يخدم بالضرورة قيم أخلاقية ذات بعد اجتماعي عميق تؤكد حكمة الخلق في أن الشعوب وجدوا ليتعارفوا بالطبع بالخير والعدل، سمة الإمارات التي شهد لها بذلك كل من عرفها بزيارة أو إقامة من الإنجليز أو من غيرهم. تجسيداً لعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، جاءت الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى المملكة المتحدة لتعطي تأثيراً عميقاً ومؤشراً مهماً لمتانة العلاقة بين البلدين وجهودهما المتواصلة لتعزيز الأواصر بين الشعبين. زيارة استقبلت بحفاوة ملكية باهرة عززت من جهود التعاون المشترك الذي أفضى بدوره إلى توقيع عدد من الاتفاقيات كمبادرات إنسانية وسياسية واقتصادية. إن العلاقات التاريخية التي تجمعنا تتطور إيجابياً في كل المجالات. زيارة تاريخية أعادت للأذهان سجلاً ذهبياً من الزيارات المتبادلة بين البلدين، فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرجل الذي شهدت له أعماله في المحيط القريب والعربي والدولي على حكمته الفذة في إضفاء بعد إنساني أهاب على مجمل علاقات دولة الإمارات مع الخارج، رجل استطاع برؤيته الثاقبة أن يؤسس لعهد جديد من العلاقات مع بريطانيا بزيارته إلى لندن عام 1953 للتعرف على آخر مظاهر النهضة العمرانية آنذاك. وفي عام 1979 وصلت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب دوق أدنبرا والوفد المرافق إلى ميناء زايد في أبوظبي على ظهر اليخت الملكي بريطانيا في أول زيارة لها لدولة الإمارات، وكان في مقدمة مستقبلها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد المكتوم وأصحاب السمو وأعضاء المجلس الأعلى. عقب نهاية زيارتها لأبوظبي حرصت الملكة على الإبحار صوب العاصمة الاقتصادية والتجارية للإمارات إمارة دبي ليستقبلها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي في ذلك الوقت، وإلى جواره استقبلها العشرات من الشخصيات البريطانية البارزة ممن كانوا يقيمون في الإمارات والذين كان لهم أثر كبير في إرساء قواعد العمل المؤسسي وإطلاق مشروع نهضة دبي الحديثة. حمل العام 1989 زيارة رسمية أخرى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمملكة المتحدة، حظيت تلك الزيارة بترحيب ملكي كبير لما لها من وقع سياسي مهم بين البلدين. تمر الأعوام والعلاقات التاريخية تتعزز أكثر فأكثر بين الشعبين في كل نواحي الحياة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، تتشارك فيها الدولتان الرؤية تجاه التزامات أخلاقية وإنسانية حيال شعوب العالم الفقيرة والمحتاجة. هذا بالضبط ما حملته زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المملكة المتحدة عام 2009، والتي التقى خلالها الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها بقلعة وينسر في لندن. وفي عام 2010 وتلبية لدعوة وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جاءت الزيارة الثانية للملكة إليزابيث الثانية برفقة زوجها الأمير فيليب لدولة الإمارات العربية المتحدة. زارت خلالها الملكة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه
المجاور لجامع الشيخ زايد الكبير. بعدها توجهت الملكة إلى داخل الجامع للتعرف على تصميم وبناء الجامع الذي يعد تحفة فنية رائعة ونموذجا للإبداع المعماري والهندسي. العلاقات الإماراتية البريطانية التي تمتد جذورها عميقاً في التاريخ الإنساني والحضاري لكلا البلدين تعززت أكثر بالزيارة الأخيرة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى المملكة المتحدة، وضربت مثالاً رائعاً مفاده أن التعاون الاستراتيجي قاعدة للتحرك وجسر للتواصل ويد ممدودة دائماً بالفائدة لكل الشعوب.